السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم واحد العنصر اللي كيكون حاضر بقوه على المائده الرمضانيه اللي ما كيخطى حتى دار، واللي المراه المغربيه كتوجد ليه قبل رمضان ب 15 يوم او اسبوع، لانه كيحتاج عناصر وترتيبات دقيقه قبل الشروع فيه. هاد السلو او سفوف على حسب اش كيقولوا ليه في كل منطقه، انا غادي نوجدو لكم على حسب الطريقه المعتاده اللي كنديروها في المنزل ديالنا. انا غادي نعطيكم هنا المقادير ديال كيلو من الحاجه. غادي نحتاجو كيلو ديال الطحين، كناخدو مقله ثقيله اولا مقله ديال وجده، وكنبداو فيها التحمر ديال الدقيق، كنحمرو بنص كيلو في نص كيلو. لما كنحمرو بنص كيلو الاولى عاد كنبداو في التحمار ديال نص كيلو الثانيه، وحنا كنستمروا في التحراك. نتوما حتى كيبدا يتحمر لينا بشويه بشويه، ولكن خاصها تكون النار مهيله. نتوما النار مهيله جدا، اولا الا ما كانش عندكم الوقت تقدروا تديوه للفران ويحمروه ويجيبوه لكم. المهم انا وريتكم الطريقه باش حمرت الدقيق ديالي. كما قلت لكم ملي كنبداو نحمرو كتبانو لينا واحد شويه ديال الكويرات، كناخذ واحد الفوي وكنبداو نحلو فيهم بشويه بشويه، وحنا كنستمروا في التحراك لان خصنا نحمروه بعنايه. من بعد ما كنكملو التحمار ديال الدقيق كندوزو اللوز، كناخدوه كنسلقوه ونفركوه وكنخليوه ليله كامله حتى كينشف، ومن بعد كنشدوه وكنقليوه في الزيت بارده. خاص ضروري تكون الزيت بارده، ما تكونش سخونه، حيت الا كانت سخونه غادي تلهب وما غاديش يجينا كروكو. حنا كنقليو وكنستمروا في التحراك ديالو حتى كيولي يعطينا هاد النتيجه. هذه هي النتيجه ديال داك كيلو ديال اللوز اللي قلينا. من بعد غادي ندوزو المقادير الاخرى. هادو هما المقادير ديال السلو، راه ما فيش بزاف ديال المكونات ولكن راه كيجي رائع. انا خديت واحد القصعه هنا فين درت لكم لا ريبريزونطاسيون ديال المكونات كاملين، ولكن ضروري دير واحد البانيو متسع حيت هاد السلو ضروري خاصو دليك. هانتوما غادي ناخدو هنا كيلو ديال الطحين اللي ديجا وريتكم الطريقه ديالو كيفاش حمرتو، كيلو ديال اللوز، هانتوما طحين، كيلو ديال اللوز يكون مطحون مزيان ما فيهش كاع لي غران، وعندنا هنا كيلو ديال الكاوكاو محمر ومقشر ومنيل. ما تستغربوش من كاوكاو ولكن كيعطي واحد التعليكه خطيره. هنا عندنا زنجلان حتى هو مغسول ومنقي وبطبيعه الحال محمر ومنيل حتى هو في الماكينه. هادو هما العناصر خصهم يكونوا مطحونين مزيان حيت غادي يخرجوا لنا هما هذاك الزيت ناتوريل ديالهم، ما غاديش نحتاجوا الزبده بزاف. كنحتاجوا نص زلافه ديال زنجلان محمر، عندنا زلافه ديال الزبده اللي طايبه نحيد منها اللبن ديالها، زلافه ديال اللوز، عندنا زلافه ديال العسل، عندنا هنا تقريبا جوج معالق ديال النافع وحبه حلاوه، عندنا هنا جوج معالق ديال الكراميل نسلي كراميل كوبيل، عندنا هنايا 100 غرام ديال الشوكولا غيش، عندنا جوج معالق ديال القرفه البلديه، وعندنا ربعه ديال السكر كلاصي. هادو هما المقادير ديال هاد السلو، وهادو هما لي زيليمون كلي ديال ديك التعليكه ديال السلو. كيف ما قلت لكم حنا غير بريزونطينا لكم السفوف، هنا غادي نحتاج واحد البانيو اللي غادي نجمعوا فيه جميع المكونات وجميع العناصر وغادي ندلكو. غادي ناخذ المكونات اللي كانوا في القصعه غادي نديرهم في بانيو كبير. غادي ناخذ تقريبا هذيك ربعه ديال السكر كلاصي، ضروري خاصنا اي مكون نغربلوه.
حنا غربناه، غادي نزيدو عليه هادوك جوج معالق ديال القرفه بلديه، غادي نغربلوها حتى هي. من بعد غادي نزيدو هادوك النافع وحبه حلاوه، حتى هما كذلك مثال كنغربلوهم مزيان. من بعد غادي ندوزو الكوبيل، غادي ناخذو ديك الساشيه ديال الكوبيل كامله، حتى هي كنغربلوها. حتى هاد الكوبيل عنده الدور في التعليكه ديال السلو وكيعطي لو غو ديال الكاكا. صافي، هادو هما المواد الاساسيه والنواشف ديال السلو، كناخذوهم كنبداو نحلوهم وكنبداو نعركوهم حتى كيدخلوا مع بعضياتهم، وكندوزو المرحله المواليه وهي لا ماتيغ غراس ديال هاد السلو، او باش غادي تجمع لينا هاد السلو. وكنبداو كناخذو كاسرونه كنديرو فيها هذيك الزلافه ديال الزبده اللي ديجا ذوبناها، كنضيفو هذيك الزلافه ديال العسل. العسل غادي تلقاو المقادير ديالو في صندوق الوصف، ديجا حضرته معاكم في الفيديو اللي قبل. من بعد كناخذو جوج معالق ديال نيسلي كاراميل، هذوك جوج معالق. من بعد كنكونو ديجا ذوبنا شويه هذاك الشوكولا غيش، كنضيفوه حتى هو على المقادير الاخرى، وكنديروا الكل فوق نار هادئه حتى كيتجانسوا جميع المراحل المكونات، وكيعطيونا واحد لو ليكيد اللي غنقدروا نجمعوا به السلو. هانتوما البنات، من بعد ما دابوا لينا هذوك العناصر اللي قلت لكم درناهم في كاسرونه وذوبناهم، كنبداو دابا غادي نبداو نجمعوا في السلو. غادي نديروا حفره الوسط وغادي نبداو نجمعوه بداك لا ماتيغ غراس كيما قلت لكم، بشويه بشويه حتى كنجمعوا جميع المكونات. هانتوما شوفوا لا كولور ديال داك لو ليكيد، فوالا. غنبداو في العليك، وضروري خصو دليك مزيان باش كيخرج لينا لو جو ديالو. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كيولي لينا عجين، كنجمعوه مزيان بمغرفه ديال العود. ما ديروش يديكم لان السائل كيكون سخون وغادي تحرقوا اليدين ديالكم. فوالا، هانتوما من بعد ما مزجنا بالمغرفه ديال العود، ومن بعد كملنا بالايدي ديالنا، غادي نضيفوا هذيك الزلافه ديال اللوز اللي قلت لكم في الاول، غير هرمشناها و ضفناها من الفوق باش كتعطينا هذاك لو كروكون ديالها، وحتى هذيك الزنجلان، زلافه ديال الزنجلان المحمره اللي قلت لكم، حتى هي كنطحنوها شويه وكنضيفوها فوق منه. كنستمروا بنفس الطريقه، كنعاودوا العليك ديالنا حتى كيعطينا هاد لا تيكستور. صافي، هنا سالينا التحضير ديال السلو ديالنا، كيجي معلك وكيجي على هاد الشكل. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو وتبعوا المراحل بخطوه بخطوه، راه هاد السلو ناجح 100%. وما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم، وبارطاجيو افيك لي زامي، وديروا فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. والى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.